هدوء مشوب بالقصف والقنص يسود محيط مطار الحديدة بعد يوم من استعادته ودحر ميليشيا الحوثي منه، لكن مدينة الحديدة موعودة بالمزيد من الاشتباكات في ظل تمسك القوات الحكومية بخيار استعادة المدينة عسكريا، فيما تشير نتائج المشاورات التي أجراها المبعوث الأممي في صنعاء إلى فشله في الحصول على موافقة غير مشروطة من الحوثيين لتسليم المدينة. المصادر الميدانية أفادت بأن القوات الحكومية مسنودة بطيران التحالف تقوم منذ الثلاثاء بعملية تمشيط في محيط المطار، فيما تتواصل جهود إزالة الألغام التي خلفتها الميليشيا في هذه المنطقة الحيوية من الحديدة. ويتركز اهتمام القوات الحكومية بالوصول إلى منطقة الكيلو 16 حيث يقع مفترق الطرق بين الحديدة وصنعاء وتعز بهدف إحكام السيطرة على المدينة من الناحية الشرقية وقطع خطوط الإمداد الرئيسية لمقاتلي الميليشيا، خصوصا بعد أن بلغت القوات الحكومية الكيلو 7 حيث يوجد دوار مطاحن البحر الأحمر. طيران التحالف واصل بدوره قصف أهداف عسكرية للميليشيا خصوصا في الشوارع المؤدية للمطار، حيث يجري التعامل مع الدبابات والعربات التي تواصل قصف القوات الحكومية المتواجدة في المطار، من بينها دبابة جرى استهدافها في جولة يمن موبايل القريبة من المطار. حتى هذه اللحظة تبدو القوات الحكومية ممسكة بزمام المبادرة، فيما يبقى مقاتلو الميليشيا متشبثين بمواقعهم في قلب مدينة الحديدة ومينائها، أملا في جر القوات الحكومية ومعها قوات التحالف إلى حرب شوارع مكلفة في وقت يتبنى فيه التحالف سياسة إحكام القبضة وقطع شريان الإمداد وتضييق الخيارات على مقاتلي الميليشيا، أملا في دفعهم إلى الاستسلام، وهو رهان دون نجاحه كلف عالية على سكان المدينة الذين لا يكترث بهم الحوثيون في كل الأحوال.